للأسف أعراض سرطان الرئة بتتراوح كتير، لأن عندنا من أول آلام، ودي أكتر حاجة شيوعا، إلى كحة بسعال مدمم، أو أعراض انتشار أورام الرئة اللي هي بتبقى في المراحل المتقدمة، زي أوجاع في العظام أو أوجاع في يعني صداع مزمن. إنما اللي احنا بنقوله إن أي مدخن النهاردة مفروض إن هو فوق سن 50 يبقى عنده فحص روتيني بأشعة مقطعية دورية كل سنتين، وده اللي معترف عليه النهاردة عالميا للاكتشاف المبكر لأورام الرئة.